جزر سليمان حكاية دولة بها أكثر من 900 جزيرة وأكثر من 70 لغة. العجيب في سكان هذه الجزر لون شعرهم الأشقر الذهبي مع بشرة أفريقية داكنة اللون، الأمر الذي أثار فضول علماء الجينات، مما جعلهم يأخذون عينات من 85 شخصاً من الجزيرة ليعرفوا الجين المسؤول عن هذا الأمر، حيث ظن العلماء أن المستكشفون الغربيون قد جلبوا هذا الجين لهذه الجزيرة، ولكن تبين أن هذا الجين فقط بين سكان جزر سليمان. يعتقد البعض بأن هذه الجزر هو المكان الذي عاش فيه النبي الملك الحكيم سليمان بن داود، ويعود ذلك بسبب غناها بالذهب وسهولة استخراجه لقربه من الطبقة السطحية للقشرة الأرضية. حصلت هذه الجزر على استقلالها من بريطانيا في سنة 1978. تقع هذه الجزر في القسم الجنوبي من المحيط الهادئ، الشمال الشرقي من أستراليا، أما عدد سكانها فيقدر بحوالي 600 ألف نسمة تقريباً. العاصمة الرسمية لجزر سليمان هي هونيارا، وهي أيضاً المدينة الأكبر فيها. أما اللغة الرسمية المتداولة فهي اللغة الإنجليزية، ويعتبر الدولار هو العملة المتداولة، ويمتهن معظم سكان الجزيرة الصيد والرعي، إضافة إلى التنقيب عن الذهب واستخراجه من مجاري الأنهار ومصباتها. تنتشر في جزر سليمان الغابات الاستوائية، كما تحتوي على مساحات من المراعي الواقعة في مناطق السهول الشمالية من الجزيرة المعروفة باسم جزيرة جواد الكنال. المناخ السائد في الجزر هو المناخ الاستوائي، والذي يمتاز بالرطوبة المستمرة على مدى العام، في حين تقدر درجات الحرارة فيها حوالي 27 درجة في المتوسط.